السلام عليكم. عاوز اعرفكم النهارده على شاعر جميل بعضكم يعرفه وبعضكم ما يعرفوش، وهو الشاعر بيرن التونسي، اسمه محمود محمد مصطفى بيرن، وشهرته بيرن التونسي، وهو شاعر مصري من اصول تونسيه، ويعد من أشهر شعراء العامية في مصر. ولد الشاعر بيرن التونسي سنة 1893 لأسرة تونسية كانت تعيش في الإسكندرية في حي السيالة، وتعرف في وقت مبكر قوي على سيد درويش اللي هو من أبناء إسكندرية برضه، وتعمقت صداقتهم وجمعتهم سهرات فنية وبعد كده أعمال فنية، لأنه كان بيكتب له كثير من الأشعار. وبعد كده دخل بيرن التونسي مجال الصحافة وأصدر صحيفة اسمها المسلة، واشتغل في عدة صحف بعد كده، ونظرا لآرائه الجريئة نفي إلى تونس ثم نفي إلى فرنسا، وعاش في المنفى شاعر يحن إلى وطن، وظهر هذا في كثير من أعماله وهو في المنفى. وقامت الثورة 1952 فرح بها قوي بيرم وأيدها، وقال فيها الكثير من الأشعار والأسجال. وفي العام 1954 حصل بيرم التونسي على الجنسية المصرية، وألف الكثير من الأغاني، غنت له أم كلثوم، فريد الأطرش، وأسمهان، محمد الكحلاوي، شادية، ونور الهدى، محمد فوزي، وقدم كثير من الأعمال الإذاعية، ومنحه جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية سنة 1960، وبعدها بسنة توفي إلى رحمة الله بعد معاناة مع مرض الرئة. وهقدم لكم حاجة من أشعاره الجميلة اللي حفظتها في صدر شبابي نظرا لطرفتها وجمالها، بيتكلم فيها عن الشباب اللي كان بيسافر لأوروبا بغرض تعلم، وبعضهم بينجحوا وبعضهم بيفشل، فطبعا هو بيخاطب الفاشلين منهم يعني، في قصيدة جميلة بيقول فيها: يا فندي يا فندي يلي أبوك بعتك تتعلم طب، وسايب العلم وداير تعشق وتحب، سبع سنين فاتت وانت تغطس ما تقب، خليت أبوك من مصروفك يلعن ويسب، سيبك بقى من دي الغربة وارجع بقلب، وإن شفت في مصر بطالة اقعد بطال، دي مصر عايزة رجالة مش عايزة عيال. الله يرحمك يا بيرم أيها الشاعر الجميل.